الحباب، استعدادات السفر، دوشت، غسلت شعري باش يكون نكون مرتاحه، درت لي شويه تاع لاكريم باش سميتو باش يسهل عليا التصاويب. هنشفو بالشوشوار وهنعاود نجبدو شي شويه، ما مولفاش تنجبدو ولكن حيت السفر خاصني نجبدو شويه باش يسهل عليا. المهم عن نشفو بالشوشوار معايا وليدي ليام، هنشفو بالشوشوار هذا تيغبو وهنجبدو بهاد المشطه، بهاد المشطه تاع بابيليز هنديها معايا ان شاء الله بحول الله. عندي بزاف بزاف تاع سميتو هادو الاجهزه تاع الشعر. عندي تستين بود الاخرين اللي خارج، عندي تبارك الله العجب المتعجب، ولكن ما كاين من حسن من هاد الشوشوار. بعدا كان هو الاول انا تينشف لي شعري مزيان، نظمت شحال من حاجه على قبل التصافيره، الباليزه، ساكادو، هنمشي في غايانير البنات، هنمشي في غايانير تاع الاخوان، مرحبا بكم، هنمشي في غايانير. عندي باليزه فيها 20 كيلو، البوسيت ضروريه، وعندي ساكادو بالنسبه للبيبي 5 كيلو، وانا هزا كمان لحد القد هندي معايا ما مكترش. المهم هنوريكم هندي معايا اش داكشي اللي هندي معايا، تنظم لان القضيه فيها انني هابطه بوحدي انا وسميتو انا وليام، يعني ما عنديش كولا يعاونني، ماشي بحال المره اللي فاتت من سافرت انا ولدي ريان مشى معايا عاونني صراحه لله، تجرب ليزا كان بالنسبه لي صراحه لاعوين. الله يخلي لنا وليداتنا ويخلي لكم وليداتكم. المهم نظمت شحال من حاجه بالنسبه تا هو ولدي ريان، تفاهمت مع بايا على اساس سميتو غيكون كما قلت لكم بكل صراحه، باه مسؤول تيقابلو مزيان، تيتهلا فيه، تيخرج هو وياه، تيمشي الريستو سميتو، بالنسبه لاي حاجه تيتكلف بها باه زعما كاين. واصلا علاقته ريان علاقته مع باه، وباه علاقته مع ريان علاقه زوينه، فيها المحبه، فيها كومبليسيتي، فيها شحال من حاجه. المهم من هاد الناحيه ما عندي ما نقول، هنشف شعري باش ما يجينيش الفيديو طويل. دابا الاخر تاع عشيه نشف شعري ولا غدا نقد نجبدو، المهم هنشوف على حساب الوقت لان سميتو. المهم انا تندوش في الاخر تاع العشيه، ما تنبغيش ندوش، تنحاول نتفادى الدوش مع الصباح باش ما يضربنيش البرد اللي كنت خارجه ولا شي حاجه، كاينه البرد وكاين الشتاء. المهم الله يديني فنجة وردني فنجة. دعوا معايا البنات، دعوا معايا البنات، سورتو كاينين بزاف البنات ما تكملوش الفيديو، ما تيشوفوش الفيديو، ما تيديروش مشاهده كامله. المهم دعوا معايا على الاقل نقولها في هذا المقطع الاولاني، ايوا يكون خير. ما مخلوعاش، ما مخلوعه ما حتى شي حاجه، نشف ورجع نجمعوا ونضفروا حتى الغدا مع الصباح ونكمل. عييت صراحه لله اليوم كان مشارجي عندي، قديت شحال من حاجه، قادي شحال من حاجه، جمعت الدار، انا غاديه مسافره ولكن جمعت الدار، غسلت لا سال دو بان، نظفت شحال من حاجه. الله يسمح لنا من الوالدين، تتكوني غاديه مسافره وتتشقاي وتتقادي وتا اخر لحظه وتتخرجي حشاكي الزبل، ياك ولا لا البنات السيدات؟ عندي صح ولا لا؟ تتكوني مسافره وتديري بحساب الزبل حاشاكم تتخرجي باش ما تنسيش. ايوا الحمد لله على كل حال، نعاود نزيد نشفو باقي ما نشفش مزيان يا هذيك، ونتلاقاو غدا. بركه عليا عييت. البنات حباباتي رجعت، المهم نعست مزيان
جبت شعري بحال كملته جبته شي شويه ما صبتوش شي صويبه ولكن جبته هنضفرو هنجمعو دابا وهنضفرو وهنخرج نمشي ناخذ دويات وناخذ بومبيرس وناخذ داكشي اللي خاصني ونكمل الاستعدادات بالنسبه للسفر. المهم فرايانير خلصت 100 اورو، خلص 100 اورو البنات الالي، ما خلصتش الروتور. المهم ما خديتش البيي على اساس الروتور، غير المشيان 100 اورو. خديت البيي هذه مده طويله سميتو، والبارح في الاخر تاع العشيه خلصت 9 اورو وخرجت وامبريميت الورقه تاع لومباركومون. الحباب شربت قهوه اخرى، شربت قهوه اخرى، قديت مسائلي، قديت حويجاتي، لبست حويجاتي، لبست ولدي، قديت شحال من حاجه. المهم انا هذا النوع تاع الاستعدادات تناخذ شي شويه تاع الوقت، يعني الباليزه وهذا الشيء تنقدهم تقريبا واحد 4 ايام ولا 5 ايام باش نعرف راسي اش كاين. المهم رجعت من الفرماسيان غنوريكم اش خديت. فطرت فطور لان قاتلني الجوع هي هذيك. الحباب البنات ديبا ميبا دو كومبريسيون ميديكال، خديت هادو جوج من الفرماسيان هي هذيك. ديجا صيفطت في واحد الساك في سميتو المغرب كولون الطالعين، هذه غير تاع الفخاد تتوصل هنايا تاع الفخاد البنات تاع هنايا يعني الرجل وتا لهنايا. هادوك لي صيفط المغرب طالعين كلهم تا الفوق على قبليه العمليه وعلى قبليه هذوك الايام اللي غنكون متكيه ضروري نلبسهم، لان كما قلت لكم والبنات اللي متبعيني عندي مشكل تاع الدوره الدمويه كبير. سميتو الدويات مشيت على الدكتور تاعي هنايا حيت عرفني عندي العمليه في المغرب الله يسهل عليه، خرج لي الدويات عطاني هادي طلبتها منو فولتارين. وخديت هادو تاع لا دياري لولدي ليام هي اللي خرجت ليا، هي هذيك دوليبران بيبو ايبوبروفين، هذا راه مجهد، هذا مجهد على دوليبران البنات، هذا ايبوبروفين بعنو بت التريجل اللي هي الكلمه ما عرفت ما تنقاداش، ولكن هذا راه مجهد على دوليبران. سميتو تناخذو دائما من تيخرجوا ليا دائما ما تنكون ابخي لي سيزاريان ومن تكون بحال كذا عندي الدرس راه ولا شي حاجه. المهم هذا الشيء عندي معايا المغرب ان شاء الله يا ربي الحبيب. فوالا تنوجد بشويه ولكن راني قربت نكمل الباليزه، صافي قربت نكملها. الحباب خديت بومبيرس، ما خديت هادشي كله راه حيت مشيت لقيتو بروموسيون، خديت شي شويه تاع بومبيرس عندي معايا تلتما ولا هنشري. كلشي موجود في المغرب، كلشي موجود في المغرب حباباتي، ديت معايا غير القياس. الحباب تقريبا كملت داكشي كله اللي مهم، هاد سويكويدو هو ساكادو هو اللي نهزو معايا، هاد الساك غندير فيه البيبغون لاكوش وغنخشي في وسط هاد الساك، غنكون هازا غير هادا الوسط الداخل، وغنكون هازا ساكامي تاعي فيه الوريقات وداكشي حد القد، وباليسي هاهي باليستي فيها الوريقات فيها الدوايات فيها حويجات، ولكن ما كثرتش ما نكذبش عليكم. في المغرب اخواتاتي يعطوني بيجامات سخانات وبينوارات بينوار ولا جوج صراحه لله. المهم ما كثرتش لحد القد، الله يجعل البركه احباباتي. اهم حاجه انا عندي كما تشوفوا هم الدوايات اللي مهمين، وديجا قلت لكم بانني ديجا صيفطت واحد الساك قبل في حويج تاع ليام هنهز معاه، هنهز لي غير واحد سميتو جوج البيسات، لان ديجا صيفطت حويجاتو من الاولين وصيفطت شي حويجات على قباليتو. المهم هذا الشيء اللي كاين الحمد لله والشكر لله، لانني هنكون بعد بوحدي عندي لابوسات هاد الساكادو في ظهري
والباليزه 20 كيلو غتمشي للسوت. وكما تتعرفوا كما قلت لكم غيانير قبل السفر تديري لونغوجيسترومون، تديري لونغوجيسترومون قبل ما تتمشي المطار. مشيتي المطار وما كنتيش دايره لونغوجيسترومون تتخلصي 55 اورو ولا 100 اورو. المهم انا درت لونغوجيسترومون قديت كل شيء خلاص 9 اورو باش نتهنى. المهم الحمد لله شكرا لله، الله يديني في نجا ويردني في نجا ودعوا معايا.